وأعظم العهود معاشر المؤمنين العهد بين العبد وربه، ثم العهد بين العبد والناس. هكذا ذكر البغوي رحمه الله أنواع العهود. هناك عهد بين العبد وربه هو التوحيد والعقيدة الصحيحة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أعظم عهد من قام به رحمه الله في الدنيا والآخرة التوحيد، أن تفرد الله بما يستحق، هو الخالق وحده لا شريك له، لا يهب الذرية أحد غير الله سبحانه وتعالى، لا شيخ ولا ولي ولا صالح ولا غير صالح، لا يرزق إلا الله، لا ينفع حجاب في الرزق بل هو من الشرك بالله تعالى، لا ينفع إلا الله، لا يملك الضر أو الضر إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجوز تعليق التمائم والحجبات في الأطفال وفي الكبار، لا من القرآن ولا من غير القرآن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك، في المسند والسلسلة الصحيحة. لا يجوز دعاء غير الله تعالى، لا شيخ ولا ولي ولا تدعو أحدا من الناس، لا تدعو شيخا ولا وليا ولا جنيا ولا صنما ولا شجرا ولا بقرا ولا إنسا ولا جنا، تدعو الله وحده، تؤدي هذا العهد العظيم وهو التوحيد. ثم قال الله تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون. قال ابن كثير: لا ينقصون في الشهادة ولا يزيدون ولا يكتمونها. وهذه رسالة لكل المسلمين، إذا أردت أن تشهد على عبد بشهادة أو علمت عنه شيئا وفيه شهادة، لا تزد في الكلام ولا تنقص ولا تكتم، وقل الحق ولو على نفسك ولو على عدوك لا تزد، ولو على قريبك لا تنقص. والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال ابن كثير رحمه الله: بدأ بالصلاة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وختم بالصلاة والذين هم على صلاتهم يحافظون، كما في سورة المؤمنون: بدأ بالصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وختم بالصلاة والذين هم على صلواتهم يحافظون. ليدل هذا الكلام على عظم الصلاة وعلى شرفها وعلى منزلتها ومكانتها، فليهتم بها عباد الله، ليهتم بها عباد الله من المؤمنين ومن المسلمين ومن الناس. قال الله تعالى: أولئك في جنات مكرمون، بكل أنواع التكريم، كما قال البغوي رحمه الله، وقال ابن كثير: مكرمون بكل المسار والملاذ. يكرمهم الله في الجنة، يكرمهم، يبدلهم زوجا خيرا من زوجهم، يبدلهم الحور العين أجمل النساء، يبدلهم بيتا خيرا من بيوتهم في الدنيا، من بيتهم في الدنيا، بمنازل في الجنة، وبمساكن، وبغرف عالية، وبدرجات، الدرجة كما بين السماء والأرض. يبدلهم بدل أصحابهم في الدنيا بأصحاب صالحين في الجنة، يجالسون الأنبياء والرسل، ويجالسون الصديقين والشهداء والصالحين. ما أعظمه من إكرام، يوم أن يقف العبد في الوادي الأفيح، كما قال ابن القيم رحمه الله، يؤتى بالنجائب فيحملون من الجنة من منازلهم
إلى الوادي الأفيح فتنصب لهم مجالس يجلسون فيها من نور، فيجيء إليهم ربهم سبحانه وتعالى مجيء يليق بجلاله فيقول السلام عليكم يا أهل الجنة، فلا يجدون ما يردون به عليه إلا أن يقولوا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية صهيب رضي الله عنه: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد أن يقول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. أي إكرام أعظم من هذا الإكرام؟ أن تدخل الجنة وأن تجالس الأنبياء والرسل وأن ترى وجوههم وأن تسمع كلامهم وأن تذكر ما حدث لك في الدنيا من الطاعات ما فعلته وما مر بك تؤانس أهل الجنة ويؤانسونك، وترى الملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، وترى الأنهار وتشرب من مائها، وترى المآكل وتأكل منها، وترى الفواكه وتجلس في الظلال وعلى الأسرة ومع الحور العين، وترى رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله ألا يحرمنا فضله سبحانه وتعالى وأن يمن علينا بكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجمعنا في دار الكرامة إخوانا على سر متقابلين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.